ذلك لاستكمال قصفية الاستعمار من القارة الأفريقية. هذا هو اللي حاول المغرب انه يقوم به. استقالة المبعوث الشخصي سيد كولر. هو المغرب إلى حد الساعة يرفض مشاركة الاتحاد الأفريقي بحجة أن القضية في يد الأمم المتحدة، ولكنه في نفس الوقت يستعمل هذه الحجة للعرقلة فقط، لأنه حتى مسلسل الأمم المتحدة يعرقل، إذا يعرقل مشاركة أفريقيا ويعرقل مسلسل السلام. وما استقالة المبعوث الشخصي مؤخرا إلا في جاءت في ظروف لهذه العرقلة، وإحنا نتمنى أنه لا يكون سبب آخر لاستمرار تجميد الوضع وإطالة النزاع، وأنه حان الوقت أنه هذه الديناميكية اللي تمت منذ السنة الماضية أنها يجب أنها تستمر، ولكن يجبها أن تستمر مع اتخاذ مواقف جادة وواضحة لضمان تقرير المصير عبر استفتاء يختار فيه الشعب الصحراوي كما يشاء. الكلمة للشعوب هي حقيقة المناعة لهذه القارة، وشكرا جزيلا.